التنظيم الأشهر في التاريخ. الغموض عنوانهم والشكوك حواليهم ما زالت مستمرة. عاشوا قرابة القرنين من الزمان في فترة العصور الوسطى. فرسان شجعان ولا رهبان ليهم أغراض غامضة؟ كلامنا النهاردة عن فئة من أخطر الفئات وأكثرها غموض، فرسان الهيكل. الحكاية ابتدت بظهور الحملات الصليبية في أواخر نوفمبر سنة 1095، واللي قدروا في الوقت ده يستولوا على القدس، وده كان مصدر سعادة لكل المسيحيين اللي بدأوا يتجهوا البيت لحم عشان يزوروا كنيسة المهد وبعض الأضرحة الخاصة بيهم. وموضوع الاستيلاء على القدس مش بالشيء الهين أبداً، وعشان كده الصليبيين كانوا حريصين جداً على تأمينها وإنها ما تضيعش من تحت إيديهم. لكن ده خطأ فادح، لأنهم صبوا كل اهتمامهم عليها وأهملوا حتى المناطق اللي حواليها، ودي كانت فرصة ذهبية لقطاع الطرق يشوفوا شغلهم براحة راحتهم. وبالفعل بدأوا يقطعوا الطريق على الوافدين المسيحيين وينهبوا ويقتلوا أعداد كبيرة منهم، والوضع بقى متأزم بالنسبة للصليبيين. يا إما ينشغلوا بتأمين الوافدين وساعتها القدس ممكن تضيع من إيديهم، يا إما يفضلوا متمسكين بالاستيلاء على القدس ويفرطوا في أرواح الناس دي كلها. ومن هنا ظهرت الفكرة اللي كانت سبب في تأسيس فرسان الهيكل. كان في واحد اسمه القائد هيوكز دي بانز، قال لك طالما الوضع ده مستمر فاحنا محتاجين تنظيم عسكري محترم من الرهبان يأمن طريق الوافدين، وفي نفس الوقت ما يكونش من ضمن اللي حطوا ايديهم على القدس. فجمع 8 من جنوده وراح يعرض الفكرة على ملك القدس بولدوين الثاني وورموند بطريرك كنيسة اللاتين. اتشكل مجلس اتعرف باسم مجلس نابلس، والفكرة عجبت كل الموجودين وتمت الموافقة عليها، وبولدوين قرر يخصص لهم مقر في جناح القصر الملكي اللي كان موجود على جبل الهيكل، ومن هنا جت تسميتهم بفرسان الهيكل. وبالمناسبة هم خدوا صيت ومكان عالية بسبب موقع المقر ده، لأن المسيحيين كانوا بيعتقدوا إن جبل الهيكل مستقر على أنقاض هيكل سليمان. بس كانت غريبة شوية من بولدوين إنه مش بس يوافق على تشكيل التنظيم، ده كمان يعمل لهم جناح في مكان خاص وذو مكانة زي ده لمجرد إنهم بس هيأمنوا الوافدين. واللي اتضح بعد كده إن دي كانت مجرد ستارة، والمغزى الحقيقي كان لمصلحته الشخصية، لأنه شاف فيهم السبيل اللي هيفرض بيه سلطة أكبر على القدس. ده غير إنه فرسانه اللي تعرفوا باسم الهوسبيتاليين كانوا محتاجين قوة داعمة في الوقت ده، فبالتالي لما يوفر لفرسان الهيكل كل احتياجاتهم هيكونوا قوة تضاف لقوته ونفوذه. كده تقريبا دور بولدوين في الليلة دي كان خلص، واتحقق لهيوكز دي بانز اللي كان بيحلم بيه، وبدأ ينظم فرسانه على أكمل وجه. فحط لهم قوانين صارمة من 72 مادة في لائحة اسمها القانون اللاتيني. اللائحة دي مش بس كانت مشتملة على خططهم وسلوكهم العسكري، دي كانت بتحدد منهج وشكل حياتهم بالكامل حتى في الأكل والشرب. فرض عليهم اعتزال النساء وعدد محدد من الخيول وضرورة الصمت التام أثناء الأكل، وممنوع منعاً بتاً يأكلوا أي نوع من اللحوم غير 3 أيام بس في الأسبوع، وهو اللي يحددهم. وخصص لهم زي رسمي كان وما زال مشهور ومميز، وهو رداء أبيض في وسطه صليب أحمر كبير، وكان ممنوع يأكلوا أو حتى يشربوا أول ما يلبسوا الزي ده. ده غير أنهم كانوا مجبرين على الطاعة التامة بدون تفكير ولا إبداء رأي ولا حتى مخالفة أمر ولو كان بسيط. بدأ اسمهم يلمع أكتر وياخدوا شهرة أوسع بمساعدة واحد من أهم الرموز القيادية في الكنيسة، برنارد دي كليرفو، لدرجة أنه ألف كتاب عشانهم اسمه في مدح تنظيم الفروسية الجديد. وبدأ الداعمين لفرسان الهيكل يضغطوا عاطفيا على المسيحيين وينقلوا لهم صورة الفرسان إنهم مش بس تنظيم عسكري، بالعكس دول رهبان وعايشين لخدمة الدين. فابتدوا يستقبلوا تبرعات كتير جدا سواء فلوس أو أراضي، ده غير إن أعداد المنضمين ليهم زادت بشكل كبير من كل الفئات، ظنا منهم إنهم بيعملوا كده لخدمة الرب. مع الوقت خدوا امتيازات كتير جدا واتشالت من عليهم الضرائب، وتم السماح ليهم إنهم يروحوا أي مكان في أي وقت بدون شرط ولا قيد. كل الامتيازات والعطايا دي خلتهم قوة تضاهي قوة الحملات الصليبية، وفعلا شاركوا في حملاتهم وكانوا داعم قوي جدا ليهم. كمان لما كترت أملاكهم وأراضيهم بدأوا يشيدوا الكنائس والقلاع
وسيطروا على مساحات واسعة من الأراضي، وكانوا أول من وضع حجر الأساس لفكرة التعاملات المصرفية حالياً، ونقدر نقول إنهم شكلوا شبكة اقتصادية قوية ومحكمة ومسيطر عليها بشكل منظم جداً. وقوتهم المادية دعمت قوتهم العسكرية، فتغير نمط أسلحتهم ودرعهم وبقوا يستعينوا بأجود أنواع الخيول، ودخلوا حروب مع المسلمين وقدروا يحققوا انتصار قوي عليهم، وخاصة في معركة الرملة اللي كانت بقيادة القائد صلاح الدين الأيوبي. وقائد بثقة الودهاء صلاح الدين ما كانش من الطبيعي انه ينهزم ويخضع لتنظيم الفرسان، ولذلك قرر يهزمهم بنفس خططهم وتفكيرهم اللي كانوا بيعتمدوا فيه على نظام الاستدراج، واستدرج 30 فارس منهم وقتلهم كلهم، ونجح 3 بس في الهروب. وكان صلاح الدين منتظر فرصة واحدة بس عشان يقدر يقضي على أكبر عدد منهم، وجات له الفرصة على طبق من ذهب لما حصل خلافات شديدة جدا في صفوف الصليبيين، وبدأوا يتقسموا الأطراف نزاع، كل واحد فيهم شايف أنه الأحق بالقدس، والنزاع طال فرسان الهيكل، فانشق عنهم جماعة سموا نفسهم فرسان الإسبتارية، وحصل عدة انشقاقات متتالية بين صفوفهم. وصلاح الدين ما كدبش خبر، وبسرعة جهز جيش عظيم من 45,000 جندي، ووقع بينهم وبين الصليبيين المعركة الأشهر في تاريخ صلاح الدين والمسلمين، معركة حطين. قدر المسلمين يحققوا انتصار منقطع النظير، وقتلوا أعداد كبيرة من الصليبيين، بينهم 230 فارس من فرسان الهيكل. والأهم والأبرز من ده كله أن بيت المقدس رجع من تاني لأحضان المسلمين، والحق رجع لأصحابه، وتكون معركة حطين في اليوم ده أول مسمار اندق في نعش فرسان الهيكل، واللي اتبقى منهم فضلوا يتنقلوا من بلد للتاني ويتم حصارهم وملاحقتهم من المسلمين، وغيروا اسمهم في وقت من الأوقات لفرسان المسيح، وكانت نهايتهم الفعلية على إيد المماليك. الحقيقة إن صاحب الحق منتصر حتى ولو بدا مهزوماً لبعض الوقت، والمغتصب الجائر مهزوم حتى لو بدا منتصراً لأغلب الوقت. وما تنساش بقى لو عجبتك الحلقة لايك شير سبسكرايب لو أول مرة بتتفرج علينا. استنانا الحلقة الجاية.